بينما كان بشار الأسد وزوجته يشاركان في افتتاح دورة الألعاب الآسيوية المقامة بالصين في ظل أجواء الأبهة والفخامة، كان الإعلام الأسدي لا يزال يحتفل بحدث رياضي محلي موازن، وهو افتتاح استاد كفرزيت الدولي. وعلى هذا المنوال كانت زيارة الأسد إلى الصين ونشاطاته هناك حافلة بالمقارنات مع واقع حال البلاد التي تركها خلفه قبل البدء برحلته. البداية كانت من الطائرة التي أقلت إمبراطور المخدرات ووفده المرافق إلى مطار خانجو في الصين، فبدل أن تكون طائرة سورية كانت طائرة خاصة منت بها الرئاسة الصينية على الوريث، وذلك لانشغال الطيران المدني في سوريا بتسهيل عمليات تهريب البشر ونقل العتاد والذخائر والمرتزقة، ما تسبب بفرض عقوبات على قطاع الطيران. وهكذا فقدت سوريا في عهد بشار قطاعا حيويا منهكا أصلا بالفساد والمحسوبية وسوء الإدارة. زيارة الأسد إلى الصين حملت أيضاً مشاهد مغيظة للسوريين، فبينما لا تكاد توجد أسرة سورية إلا وينتشر أفرادها في عدة دول، يجتمع الأسد بأسرته كاملة خلال هذه الزيارة السياحية التي يجرونها دون أن يعانوا من استخراج تأشيرات السفر إلى الدول التي يريدون دخولها، على عكس باقي السوريين الذين يحملون أغلى وأسوأ جواز سفر في العالم لا يكاد يتيح لصاحبه الدخول حتى إلى دورة المياه. زيارة الأسد إلى الريف الصيني تحمل أيضاً مقارنة فجة، فبينما كان يجول في إحدى القرى الصينية النموذجية، كان هذا الطفل في سوريا يعود إلى منزله حاملاً كيس التغذية الوريدية بعد إصابته بالتسمم مع نحو 700 شخص آخرين في قرى حوض اليرموك بدرعا بسبب تلوث مياه الشرب. شايل سيرون بيده وماشي، وكلها على هالحالة. كوارث الريف السوري لا تقتصر على تلوث المياه، بل تتعداه إلى القتل الذي طال أبناء الريف والدمار والتهجير، وصولاً إلى غلاء تكاليف الزراعة بعد ارتفاع أسعار المحروقات إلى مستويات قياسية، لانعدام الدعم الحكومي وفقدان الأسمدة التي فرط الأسد بها لصالح داعمه الروس. أما عن المأدبة التي حضرها الأسد مع زوجته في ضيافة الرئيس الصيني تشي جي بيانغ، فلا ينبغي الوقوف عندها طويلا، فمن قتل وعذب وهجر ودمر ورهن ثروات البلاد بيد المحتلين لن يغص حتما عند تناوله أجود أنواع الطعام، و90% من الشعب السوري يعيش تحت خط الفقر، وأكثر من نصفه يعاني انعدام الأمن الغذائي، ولن يخطر على باله بالطبع سكان مخيمي الزعتر والأزرق من اللاجئين السوريين في الأردن على سبيل المثال، ممن يستعدون للتكيف مع تخفيض الأمم المتحدة لمساعداتها المقدمة إليهم. ندبر حالنا، يعني بدل ما ناكل 3 وجبات اليوم صرنا ناكل 2 تأقلم قاعدين. مظاهر انعدام الشعور بالمسؤولية لا تزال مسيطرة على بشار الأسد وستستمر طبعا، فها هي كتب التاريخ التي شرحت أنظمة الطغيان لا تزال تحدثنا عن الدكتاتوريات في عصرنا الحالي، حيث يعيش الدكتاتور الطاغية وأفراد أسرته وحاشيته والمتعاونون معه في وادي البذخ والتنعم بخيرات البلاد، بينما يحشر باقي أفراد الشعب بمؤيديهم ومعارضيهم في وادي الفقر والجوع واللجوء وسفك الدماء. ما 7